أما فيديو اليوم فهو من التشيك، ينهمك هؤلاء العمال في الحياكة لأن الطلب زاد بشكل مذهل على بضاعتهم، لكنها ليست ملابس أو حتى خياما كبيرة، وإنما هي أسلحة مزيفة وبالحجم الطبيعي تقريبا، دبابات وعربات مدرعة مصنوعة من الحرير والقماش وهي قابلة للنفخ. أما المفارقة أنها تستنزف قدرات الخصوم، فهذه التي يبلغ سعرها عدة آلاف قد تستهدف بقذيفة يبلغ سعرها 10 أو 20 ضعفاً.